دلوقتي في مدينة صلحية عندنا ثلاث لقاءات مهمة جدا لكل جدعان الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية. الأول مع الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، والثاني مع الدكتور عبد الحكم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. أما اللقاء الثالث فهو مع الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان. خليكم معنا. لسه معاكم في الاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع ميفاك 3 للقاحات البيطرية في الصلحية، وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج اللقاحات المبتكرة والمحملة وراثيا، وهي تكنولوجيا جديدة مش بتطبقها غير 3 شركات في العالم. دلوقتي هنناقش قضايا صناعة الدواجن مع الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية. صناعة الدواجن بتمر بمنعطف حقيقي ولازم كان يبقى لينا وقفة، لازم نفهم ايه الحل. دكتور مصطفى الصياد، الكائنات العملاقة اللي بتنشأ كل ده هدفه خدمة صناعة الدواجن. أكيد. صناعة الدواجن بتمر بوعكة كبيرة جدا. أكيد. تقييم اولا للأزمة الحالية انهيار اسعار الانتاج الداجن. لازم نبقى واقعيين. اللي حصل في الفترة اللي بعد عيد الأضحى هو بيحصل كل سنة، بيبقى فيه استهلاك لحوم حمرة كتير وبيقل استهلاك الدواجن. الفترة دي بتحصل كل سنة والحمد لله أنا ما طولتش لغاية دلوقتي، يعني احنا من عيد الأضحى لغاية امبارح الحمد لله وصل سعر المزرعة 19-18 جنيه. وصل 20 جنيه المزرعة، بس التنفيذ يا دكتور في تنفيذ وسعر سعرين يا دكتور. طالما ان احنا بنوصل بس ان المنتج ما يخسرش، هو ده الاساس عندنا. ويمكن القيادة السياسية حريصة قوي على ان كل منتج يبيع بسعر عادل ما حققش له خسارة عشان يستمر في انتاجه، وكل اجهزة الدولة بتعمل على هذا الاتجاه. دكتور مصطفى، احنا محتاجين منظومة للدواجن، هنحققها ازاي؟ يعني عايزين قاعدة بيانات نعرف الجدود والامهات بينتجوا ايه، المزارع فيها ايه، ممكن نتفرغ لقيادة هذا الملف وانت حضرتك قادر على ده؟ لازم تبقى عارف حضرتك ان احنا عملنا حصر شامل لكل ما يخص الثروة الداجنة بمواقع برفعها بالجي بي اس. احنا مسجلين دلوقتي اكتر من 41 الف موقع عشان نحلل كل البيانات بتاعتنا ونشوف كل المزارع المفتوحة اللي في الوادي والدلتا. الدولة دلوقتي بتوفر لها قروض ميسرة ب5% بفايدة بسيطة متناقصة عشان تتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة. استثنينا صغار المربين وصغار المزارعين من الشكل القانوني بتاع مبادرة البنك المركزي لأنهم ما هم الشركات وهم مش الحاجات دي كلها. المجال مفتوح دلوقتي، الدولة كلها بتعمل في هذا الاتجاه عشان ننمي الثروة الداجنة. وإحنا إنتاجنا الحمد لله دلوقتي نقدر نقول معظم الشهور في اكتفاء ذاتي منه. لازم نصدر للخارج، الحمد لله بعد ما تسجيل 14 منشأة بقى عندنا مجال مفتوح، بنسجل دلوقتي 15 منشأة تانين والمجال مفتوح لجميع الشركات ان احنا نطبق المواصفات العالمية عشان نقدر نصدر للخارج. دكتور مصطفى الصياد، من 2017 مذكرة متقدمة لوزارة الزراعة من الاتحاد العام لمنتج الدواجن الأب الشرعي للصناعة بيقول عايزين نعمل شركة كبرى لتسويق الإنتاج، رأس مالها 300 مليون جنيه والفلوس موجودة في صندوق الصناعة التابع لوزارة الزراعة. لغاية النهاردة لماذا لم ننفذ هذه الشركة اللي هتنقذ صغار المربين؟ ما ينفعش الصناعة يتحكم فيها سمسار وتاجر ونقول هما اللي بيحددوا الأسعار. احنا عملنا اجتماعين دلوقتي في هذا المجال وبنكمل فيه عشان نشوف كل الـ 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 الحاجات المتعلقة بعمل شركة. هي مهمة جدا ونقطة مهمة جدا، لازم الدولة واتحاد دواجن وصغار المنتجين وكلنا نسعى كلنا ان احنا نعمل الشركة دي لان دي هتعمل توازن في الاسعار. ادينا اطار زمن يا دكتور. ياريتها في ايدي لوحدها وانا كنت ادي اطار زمني. الموضوع عند اتحاد منتج الدواجن، نشوف نقعد مع بعضنا من النهاردة مش من بكرة كمان، نشوف الآليات اللي مطلوبة من الدولة، الدولة فورا بتعملها، الآليات المطلوبة من القطاع الخاص موجودة، بنتعاون كلنا عشان نحقق هذا الكلام. ممكن إيضاح يا دكتور لأهل الصناعة في ظل انهيار الأسعار قرار باستيراد مجزئات ليه؟ أعتقد أنه تم الرد على هذا الموضوع. مفيش استيراد للحاجات اللي تمت. يمكن احنا عاملين لجنة قبل عيد الأضحى ورفضين فيها 460 ألف طن كانوا الناس عايزين يستوردوه لأن ده حماية للإنتاج المحلي. طالما أن أنا طلعت إنتاج محلي يكفيني ما جيبش أبدا من الخارج عشان أحافظ على الإنتاج المحلي. طب ليه 2000 طن؟ وإذا قلنا إن ده دور الدولة
إذا قلنا أن ده دور الدولة عشان تحافظ على إن على المنتجين فهو ده دور حقيقي وبيتعمل وموجود. الألفين طن اللي هم يعني اللي حصل عليهم لغط كتير، كان وزارة الزراعة طلعت بيان كامل وموجود وحضراتكم كلكم شفتوه، الألفين طن دول مش للاستهلاك المحلي خالص ولا داخلين البلد خالص، دول لهم ظروف معينة، صدور منزوعة الجلد والعظم بيعاد تصديرها لدولة تانية لاتجاهات معينة موجودة، اللي فيش جرام منهم داخل الدولة وداخل البلد. صناعتنا أولى دكتور. ما هو أنت لو شفت كيلو البنيه دلوقتي في المحلات بكام؟ الصغار المربين هيوفروا اللي انت عايزه. قول لي بس. لا يعني انا ما عندناش مشكله، اولا ده مش حاجه الدوله بتعملها ولا حاجه انها اذا كنا بنحافظ على الصناعات وبنحافظ على وندي لهم الدعم وندي لهم كل حاجه فلازم نبقى حريصين ونبقى عارفين دولا جزء 2000 طن لا يود ولا يجي، واستهلاكنا في اليوم بيوصل 4000 طن، دولا ما يكفوش حتى 3 ساعات، ومع ذلك ما فيش جرام منهم داخل الدولة. ومعالي الوزير ووزارة الزراعة كلنا حريصين، وقلنا حتى الكراتين اللي جاية كده للتصنيع وإعادة التصدير بالكامل. الدكتور عبد الحكم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بيقود منظومة كبرى لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية، وبيشتغلوا بفكرة الطب الوقائي مش مكافحة الأمراض، وبالتالي حققوا نجاح كبير جدا ونجحوا في حماية أمراض مصر من الأمراض الوافدة. دكتور حضرتك خط الدفاع الأول عن صناعتنا الداجنة والحيوانية والسمكية. خلينا نتكلم على التحصينات البيطرية. عايزين نعرف من حضرتك تقييمك للصناعة الوطنية حتى اليوم لحماية هذه الثروات. الهيئة العامة للخدمات البيطرية زي ما حضرتك قلت هي المسؤول الأول عن حماية وتنمية الثروة الحيوانية. بالنسبة لموضوع اللقاحات احنا 100% كافة اللقاحات اللي بتستخدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي صناعة وطنية محلية. احنا شفنا في الأوقات الأخيرة في آخر سنة احنا بهذه اللقاحات الحمد لله قدرنا نحتوي كثير من الأمراض، يعني احنا الشتاء اللي فات عدى الحمد لله بدون أي إصابات من الحمى القلاعية. استخدمنا اللقاحات منع انتشار مرض إلى داخل البلاد، مرض حمى الوادي المصدع يعني السودان وليبيا. صحيح. المرض انتشر، إنما مجهود الحمد عظيم لله دكتور. ده بمجهودات، وده يعني الأساس طبعا هم المربين ومساعدتهم معانا بأن هم يحصنوا اللقاحات ونوعية اللقاحات. وأنا عايز بس أقول لحضراتكم أن اللقاحات البيطرية أيا كانت بقى منتجة محلية أو مستوردة فهي بتخضع للرقابة قبل الاستخدام، لا يجوز السماح ليها بالتداول والاستخدام إلا بعد أن يتم تقييمها من خلال المعامل المعتمدة دوليا. إحنا عندنا المعمل الوحيد، أقدم معمل في أفريقيا في الشرق الأوسط. صحيح. في تقييم اللقاحات، فكافة اللقاحات المستخدمة في الحقل والمسموح بها فهي لقاحات فعالة وآمنة. استعدادنا دكتور، احنا داخلين على الشتاء، قدامنا شهر ولا شهرين وهنبدأ موسم الشتاء، استعداد الحمى القلعية، ساعدنا لمواجهة انفلونزا الطيور، طمنا دكتور على الخطة. شوف حضرتك طبعا احنا بإذن الله معتمدين خطة. أولا احنا في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ليها أكتر من محور، أحد المحاور هو الطب الوقائي من خلال إن احنا بنعمل الحملات التحصينية المبكرة قبل أوقات الأمراض بفترة كافية، بحيث إن احنا ندخل ونعمل تحصين مكثف، بحيث إن احنا وقت ما يجي وقت ظهور المرض أو وقت انتشار المرض تكون الحيوانات فيها أجسام مناعية كافية للحماية ضد هذه الأمراض. وإحنا إن شاء الله بإذن الله بصدد دلوقتي إحنا بنعد الحملة مكثفة ضد الحمى القلاعية على مستوى 27 محافظة إن شاء الله. معهد بحوث صحة الحيوان أكيد كلنا عارفينه، معامله منتشرة على مستوى الجمهورية لمساندة المنتجين للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، وكلها معامل معتمدة دولياً. تعالوا نقابل الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان. دكتور ممتاز، أنا أعلم أن هناك تعاون وثيق جدا ما بين المعهد وما بين الصناعة الوطنية للقاحات، إحنا بنتبادل معزولات، بنتبادل خبرات، طمني إلى أي مدى هذا التعاون؟ مع بحوث الصحة الحيوانية لا يفرق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، في أي وقت بيتم الطلب بأن احنا المعزولة ديت محتاجينها أو ظهرت جديدة فورا بيتم إمدادها للقطاع العام وللقطاع الخاص، مش دلوقتي من سنين. وببشر حضرتك أن بفضل الله في بنك للاعتراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والفطرية في معهد الصحة الحيوانية بتمثل جميع المعزولات وهو المسؤول عن المعزولات في جمهورية مصر العربية بقرار وزاري، بنمقسع جاهزين أن احنا نمد أي شركة، أي شركة قطاع عام قطاع خاص صغيرة كبيرة بالمعزولات اللي هي تحتاجها.
بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بقالنا سنتين شغالين على انفلونزا الطيور، وعملنا الوراثه العكسيه ريفيرس جينيتك، ومعانا معزولات مهندسه وراثيا ومعزولات عاديه. ولسه كنت بكلم الدكتور مجدي اللي هو وطني للنخاع، ان هو يقدر يشق طريق كبير، وطبعا ده مش طريق سهل حضرتك ممهد، لا صحيح. مع فريقه الوطني اللي هو للنخاع، وكل دي اكتر من زياره جيتها ميفاك، كل شويه بلاقي فيه تطور. انا سعيد جدا، نفس كوطني بتمنى كدكتور بيطري كمان يبقى اكتر. انت حضرتك عارف اني ما بنغطيش 10 او 12 13 قول 15% من الدواجن، ليه ما يبقاش 80 و90 من القطاع الداجني بدل ما نستورد؟ وكل ده بيعتبر عمله صعبه وبيكاهل الاقتصاد. اسالك يا دكتور على حاجه، نسب النفوق في مزارع الاسماك بيقولوا ان هناك بكتيريا ولكن الأمر غير مؤكد، طمنا إيه المعزولة اللي خدناها من الأسماك وتحليلها بيقول إيه؟ السمك كل شوية يقول إشاعة، حصل كذا وحصل كذا وحصل من 3 سنين حضرتك. ده الفيروس بقى اللي هو بيدمر القطاع السمكي كله، اللي هو تلابيا ليك فيروس، مرض للبلطي. للأسف الشديد اللي عامل العينة مصري ما تفهمش ليه عاملها، طلع ان في مصر فيه هذا الفيروس وقتها فورا، لان هذا احنا انت عارف حضرتك ان المشخصات بنستوردها فورا، تم استيرادها من المانيا في 48 ساعه، عملنا مسح للمنطقه اللي حضرتك اللي فيها التلابيا الكبير ولم تظهر عينه واحده. طيب منطقه كينج مريوط فيها نفوق الايام دي، من فضلك يا دكتور محتاجين ناس تنزل مزارع الاروس في دينيس تحديدا، حالا هيتم تكليف حضرتك مريوط. في معلومه برضو للساده المشاهدين ان معبد بوصه الحيوانيه مش قاصر على معهد الدقي اللي موجود في نادي الصيد، ولكن عنده 38 معمل فرع بيغطوا مصر كلها، في بعض المحافظات فيها معملين. زي ليه؟ عشان ضغط الشغل، في معامل في الجمرك، في معامل بره الجمرك، في معامل في المينا، وفي معامل بره المينا. ففورا في الفريق هيكون بكره في كينج ميروط، وهنتابع وتابع معانا حضرتك الحاله، وهم بياخدوا العينات واحنا ما بنخبيش لو في حاجه، احنا مش هنحط راسنا في الرمل، هنقول في فيروس ولازم يلا هيئه بيطريه قومي خدي اجراءاتك، ومعامل وزاره الزراعه مفاصلها كلها، ومعالي الوزير والنايب بيتابعوا دقيقه بدقيقه لو في اي مشكله مع المسؤولين في وزاره الزراعه، انتوا عملتوا ايه؟ خلي بالكم، قابلنا في الاحتفال بوضع حجر اساس المصنع الثالث لمجموعه ميفاك للقاحات البيطريه الدكتور احمد بيومي، رئيس جامعه السادات، عالم مصري مخضرم وبيقدم خدمات جليله من خلال الجامعة للمجتمع الزراعي في محافظة المنوفية عملاق الزراعة، وخاصة في امتدادها الصحراوي بمدينة السادات. دكتور احنا جامعة في قلب الحدث، حوالينا الزراعة، الانتاج الحيواني، الداجني، السمكي. عايز اعرف تأثيرنا ايه في المجتمع المحيط بينا، بنقدم ايه للناس، ابحاثنا متواصلة مع الناس ولا لا، بندعمهم ارشاديا، قدرنا ان احنا اللي نقدم الارشاد كجامعة. الحقيقة جامعة مدينة السادات هي جامعة زي ما حضرتك قلت في قلب الحدث، في قلب منطقة حيوية جدا من مصر، منطقة مليئة بالاستثمارات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة. حضرنا عندكم تجارب هايلة في الدواجن. تمام. فيعني ده بيعكس الإمكانيات البشرية والمادية اللي بتتمتع بها كلية الطب البيطري. الحقيقة القوافل اللي بتقوم بها كلية الطب البيطري من سنة 2001 للنهاردة لم تنقطع. مش عايز أقول لحضرتك إحنا لم نترك شبر في محافظة المنوفية، ما رحناهوش. المجتمع المدني بيدعمنا يا دكتور، والله عندنا كفر داود، كبار المزارعين هناك بيدعمونا. هقول لحضرتك يعني نحن نفتقر لدعم القطاع المدني، نحن نمد أيدينا دائما للجميع، علشان إيد لوحدها ما بتسقفش. صحيح. فبالتالي لابد من التقاء متلقي الخدمة مع اللي بيدي الخدمة، علشان نقدر إن كان عنده مشكلة، المشكلة ده هي نقدر نحلها عن طريق البحث العلمي. صحيح. لأن المصلحة في الآخر هترجع عليهم. دكتور أحمد، النهاردة إحنا موجودين عشان نشوف حجر أساس لمصنع يعتبر من الأجيال المتقدمة جدا في تصنيع اللقاحات وفي مصر. تمام. تعتمد على العلوم الوراثية. تقييمك يا دكتور. الحقيقة هذا صرح صناعي مصري وطني نفخر به جميعا، في صناعة نحن في أمس الحاجة إليها. صحيح. صناعة اللقاحات أو الفاكسينات صناعة أنا بقول هي صناعة استراتيجية. طبعا. أمن قومي بالنسبة لنا إن احنا نغطي مصر
من اللقاحات الوطنية. فأنا شايف أن يعني الحقيقة هذا إنجاز ممتاز ومحترم وخطوة للأمام، وأدعو الجميع أن هو يساند هذا المشروع وأمثاله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات سواء البيطرية أو البشرية. الصناعة الوطنية للقاحات البيطرية الممثلة في مجموعة ميفاك وفرت حوالي 1,300,000,000 جنيه على المنتجين، بتمثل فروق أسعار بين المنتجات المصرية والمستوردة. ومن المصنع الثالث بمجموعة ميفاك بيستهدفه التصدير لحوالي 30 دولة وأبرزها دول أوروبا، لقاحات محملة وراثياً بأحدث تكنولوجيا في العالم. والتسويق هيكون من خلال شركة كيمن الأمريكية اللي هتكتب على كل عبواتها إن المنتجات صناعة مصرية من الصلحية، ده بخلاف تغطية احتياجات السوق المحلي بنسبة 50% بحلول عام 2021 من اللقاحات البيطرية. يعني حاجة عظمة بجد.